وللمزيد أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن سلام، أستاذ القانون الدولي. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا أستاذ من، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. لو تفند لنا قانونيا هذا القرار من قبل العدل الدولية، وكيف رصدتموه؟ أهم قرار قضائي صدر في تاريخ القضاء الدولي، سواء كان عدل دولي اليوم أو منذ البارحة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، هو ما صدر اليوم والذي جعل بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي، مكلوم، مصدوم، مكروب، ولا يستطيع حتى اللحظة اللي بتكلم سيادتك فيها أن يعقب. القرار أو الأوامر المختلفة التي صدرت اليوم أوامر إلزامية ليس فقط لإسرائيل ولكن لـ 153 دولة أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ولكن أخطر ما في القرار إلزام إسرائيل بأن ترخص لأي لجنة تحقيق دولي تابعة للأمم المتحدة للدخول لإسرائيل فلسطين الأراضي المحتلة للتحقيق في مدى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية. لم تكن إسرائيل منذ ميلادها غير الشرعي غير القانوني المشروط بشروط عديدة 15 مايو 1948، لم يدر بخلد الإسرائيليين، شعب، حكومة، مسؤولين، إقليم إسرائيلي، لم يدر بخلدهم أن تصدر العدل الدولية مثل هكذا أوامر إلزامية إنفاذية ضد إسرائيل، وتلزم إسرائيل بأن توافي جنوب أفريقيا الدولة المدعية عليها توافيها في خلال شهر من اليوم بكافة التدابير التنفيذية الاحترازية التي ستتخذها إسرائيل، وفي خلال ليس أكثر من 30 يوم تتخذها إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية. ولكن دكتور أيمن، هل تنصاع وتمتثل إسرائيل لهذه القرارات وهي لم تفعل هذا من قبل؟ نعم، هذه ليست مشكلة المحكمة، ليست قضية العدل الدولية حتى بعد إصدار قرارها النهائي التنفيذ يا أستاذة منة. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن جنوب أفريقيا الدولة المدعية أو أي دولة مدعية في القضاء الدولي حين يصدر القضاء النهائي البت الحاسم ولا تنفذه الدولة المدعية، فالدول أمام الدول المتنازعة أمام العدل الدولية لا ترجع أمام العدل الدولية ذاتها وتطلب من العدل الدولية التنفيذ. لماذا يا فندم؟ لأن من المفترض قانونا وقضاء أن كافة القرارات والأوامر مثل أوامر اليوم هي أوامر إلزامية، وإذا كانت إسرائيل دولة محبة للسلام وراغبة للسلام، وإذا كانت إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة تلتزم بالقرارات التي تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة ومن بينها العدل الدولية، لا تنفذ إسرائيل كل هذه الأوامر. والقرار الأولي، القرار الابتدائي الذي اتخذته العدل الدولية في يناير هذا العام عام 2024 بأن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن على إسرائيل تنفيذ 6 تدابير احترازية أصدرتها المحكمة في صيغة أوامر إلزامية لها. إذن أهمية هذا القرار دكتور أيمن من وجهة نظركم ربما على الجانب الفلسطيني أيضا صدى هذا القرار دوليا؟ أنا يكفيني وأشكركم للدعوة الكريمة، يكفيني التصريح الرسمي اليوم للسيد بوريل الممثل الشؤون الخارجية مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم. قال إيه يا فندم؟ قال على دول الاتحاد الأوروبي كافة أن تختار بين تأييد المؤسسات الدولية والانصياع لقراراتها أو تأييد إسرائيل.
هذه هي الأهمية. اليوم لم تصدر قرارات أو أوامر سياسية من هيئة سياسية مثل مجلس الأمن، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، ولكن يا فندم الذي صدر اليوم قرارات إلزامية صدرت عن الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، وكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة هم أيضا أعضاء في العدل الدولية. شكرا جزيلا. مع السلامة. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لك.